المسيح قام حقا قام ينعاد على كل اللي عم يحتفلوا بعيد القيامة بكل ما بيحمل معه من فرح سلام ورجاء. اليوم أول نيسان بهالحلقة الخاصة رح نضوي مشاهدينا على كذبة أول نيسان، أصل الكذبة وأكيد الاتيكيت الخاص فيها. كارلا يونس وأنا إليس باسير رح رافقكن على مدى ساعة ونص من الوقت، وأول ضيوفنا هي الفنانة تانيا أسيس. اهلا وسهلا فيك يا تانيا اسيس بحلو الحياه وينعاد عليك. ميرسي وعليك وعلى كل اهلك والعالم العزين على قلبك. شكرا لك. الجمعه 12 نيسان نحن على موعد معك بحفل جديد بالفورم دو بيروت، اكيد بعد النجاحات الكبيره اللي حققتيها بالاولمبياد بباريس وبالحفل الخاص اللي صار ليله عيد الميلاد بتصور بالقصر الجمهوري. بدايه رح ارجع قبل ما نحكي عن الحفل المقبل بالفورم دو بيروت، ولكن حب ردك شوي لحفل الاولمبيا. شو حسيتي بهالحفل؟ شو صار معك؟ كيف كان؟ ليك كان هيدا شغلة اكيد بحب ارجع لها دائما ورح تضلها دائما هيك وقت عزيز على قلبي، لانه كان حلم كبير عم حققه. اكيد هيدا كان يعني هو حلم حيلا فنان شو ما كان جنسيته. وانا عشت بباريس 7 سنين، سو كنت امرق قدام سالة الاولمبيا وكنت اشوف اسامي كبيره كثير كبيره، وما بحياتي تخيلت انه بهالسرعه كنت حقدر اصعد هالمسرح. اكيد كان حلم كثير حلو، كان نهار يعني ما في مثله. كان التحضير كثير مشوق، كنا مبسوطين نشتغل سوا. كان معي موسيقيه جايين من لبنان، كان في موسيقيه من باريس من الاوركسترا الباريزيه، وكان الشغل هيك حلو لانه كنا عم ندمج بين الموسيقى اللبنانيه الشرقيه مع اغاني انترناشونال او فرنسيه. في اسالك هيك هون استطرادا، حضرتك يعني كنت عم تقولي هذا الحفل كان استثنائي لإلي لانه انا اول مره بروح لهونيك وانا بعدني اعتبر باول الطريق رغم كل النجاحات اللي صارت، ولكن الاكيب اللي كان معك كمان كان يمكن اول مره لإله الاولمبيا؟ اللبنانيه ايه كانوا اول مره اكيد بيدقوا ايه الا ما بكون لا بتصور ماني مهلبطه. بس الموسيقى الفرنسيه كانوا ديجا دقين مع اسامي كبار، يعني عن جد قدرت اشتغل مع موسيقى كثير قويه وكثير مشهورين بباريس. شو قدمتوا تانيا تحديدا بهالحفل؟ شو قدمت من اغاني؟ هلا كان في اغانيه من البومي اورينتال كولرز، دونك اغاني مثل عندي غنيه للقدس اسمها جيروسالم، عندي غنيه لبيروت انشوده بيروت، عندي اغاني كمان مهضومين مثل وان لاست دانس لامور ايت ان تانغو. انا بغني بعده لغات فغنيت عده لغات من اغانيه واغاني مشهوره معروفه، بس عملنا لها توزيع جديد. مثل مثلا بادام بادام عملنا لها توزيع شرقي دمجناها مع ليالي الانسي في فيينا. حلو كثير. ومثل اغاني جي دو زامور سمعتوها بالاول. يعني بتصور حاولت تستفيدي الماكسيموم لتكوني تقدمي الافضل بهالحفل بالذات لانه هو بحد ذاته مميز. اكيد. هلا هون كمان بقول لك انه كنا كل فكره الحفله كان بدنا انه تكون حفله اذا بدك مليئه من الفرح بالفرح، انه اول شيء كانوا اللبنانيين كثير مبسوطين ومتشوقين انه اول لبنانيه من 14 سنه عم بتغني بالاولمبيا، وانه كل الدعايات انه اللبنانيه عم بتغني هون. فكلهم هيك كان في حماس
كل لبناني جاب اصحابه الفرنسويه والعرب و... فكان انه كان جو هيك مثل لقاء حلو كثير. بس ثانية بتصور بتصور انا ما بدي كمان يعني اقطعك، ولكن في كثير من اللبنانيه اللي موجودين هونيك يمكن ما كثير بيعرفوا تانيا قسيس، لنكون كثير هيك صريحين. لما حضروكي يعني بهالحفل واكيد راحوا لكرمال يشجعوا اللبنانيه فنانه لبنانيه، حسسوك قد ايه انت يعني شاغله على حالك؟ حسسوك شو كانت ردة فعلهم تحديدا؟ ليكي ايه كانت ردة فعلهم كثير حلوه، وانا كثير يعني تاثرت كثير. هلا كنت عم بقول لك قبل ما تقطشيني انه هلا الحفله، لانه انا كنت حابه تكون اكيد تكون قريبه كثير من الجمهور ونكون عم اقدم اغاني للبنان، بس بنفس الوقت ما يحسوا انه بس لبنان لبنان، انه انا بحب دائما فرجي هالوجه الاكثر انترناشونال فيوجن على لبنان، الفيوجن انه لانه نحن وقت بنغني لبنان لبنانيه بنفهم عن شو عم نحكي طبعا، بس الفرنساوي اللي ما زار لبنان بيقدر ينبسط بكم شغله بس ما رح يفهم كل هالاحساس اللي نحن من نجرب نعبره. هلا ثابت ب 19 اكتوبر نهار الحفله صار الانفجار بالاشرفيه وكان ذات النهار، وانا كنت بعد ما رحت على المسرح، كنا بعدنا بالاوتيل وسمعنا الاخبار، وما في اقول لك يعني الجو شو كان، يعني قد ايه كان في فرح وقد ايه كنا مبسوطين ومحمسين. من وقت ما عرفنا بالانفجار لحديت انه خلصت الحفله، يعني كان قلبي عم بغص، يعني عن جد انا بنت الاشرفيه، يعني حسيت مثل واحد عن جد فات على بيتي واختاني فأزيني. ف كان الموقف شوي يعني حرج بطريقه، كيف انه انا جايه على بلد فرجي احلى صوره للبنان وبنفس الوقت كل البلد هونيك عم بيحكي عن شو صار بلبنان ببيروت. صعبه بالفعل، كثير صعبه، وما عاد اعرف كيف بدي اتصرف انه اتجاه اللبنانيه اللي هن انه عايزين امل، انه يقولوا انه لا ما خلصت الدنيا بعد، اوكي بيروت كمان نقزت هالمره بس بعد بيروت بدها تكفي تعيش وهيك، وبنفس الوقت انه هذا الواقع. فكان كثير هيك الموقف حساس، بس حبيت انه بالعكس استفيد بس انه يمكن تلعبي دورك هون كفنانة، العب دورك كفنانة، انه نحن دائما نفرجي انه بنضل انه بنآمن، وانه واحد لازم يضله بوزيتيف، بيقولوا ايجابي حتى يوصل على الليبل. انا حلمي كبير بلبنان، انا حلمي هو هذا حلمنا كلنا تانيا اكيد، يعني بتصير كثار ما خلصت الدنيا وما رح تخلص ابدا بوجود شباب مثلك ومثلي ومثل الكتار بلبنان. رح نتابع حديثنا اكيد، حديثنا المشوق عن الحفل المقبل، ولكن بعد ما ننتقل عند كارلا. مرحبا كارلا، بينعاد عليك. وعليك يا رب، المسيح قام حقا قام. لك إليز ولضيفتنا أيضا تانيا أسيس يلي دايما هيك بننتظر أخبارها الراقية كمان بفنها الراقي، وكمان بدعية جميع المشاهدين. وصار وقت هلا نستقبل السيدة هدى أبو جودة تنتعرف على حيل جديدة مختصة بعيد الفصح. اهلا وسهلا فيك سيدي هدى ابو جودي، ينعاد عليك اول شيء، شو اخبارك؟ وينعاد عليك وعلى كل الشباب والصبايا بالال بي سي وعلى كل اللبنانيين. برافو عليك، عيطت الكرو قبلنا. انا كمان بدي اعيد كل الكرو، ان شاء الله ينعاد علي ونضلنا هيك مجموعين بحلو الحياه مثل عائله كثير كبيره. عم تقول المخرج نفرح منك بلا ميرسي. لكن بنعرف نحن بعيد فصح المجيد، يعني في عنا معمول، في عنا بيض مسلوق، في عنا كمان زين وشوكولا وغيرهم من الامور يلي بنعملها بعيد الفصح. اول شيء خلينا نبلش بالبيض المسلوق. فينا بعد ما نكون خلص العيد وفقسنا البيض، بس بنعرف نحن اللبنانيه والعرب دائما بنعمل كميات كثير كبيره، بشو فينا نرجع نستفيد منهم باكلات ثانيه؟ لخبرك شغله كارلا، نحن وقت لازم بدنا نلون بيض، في ناس بتسلقهم قبل بجمعه وبتلونهم قبل بجمعه، هو الاصول نلونهم نهار السبت، سبت النور. سبت النور المفروض ينسلق البيض ويتلون لحتى يضل فريش طازه لتاني نهار العيد، ولا يضاين يعني ماكسيموم بيبقى هو اربع ايام. مظبوط، بس مفروض بس نلونهم ونخلص، ننطر ساعه لحتى مظبوط يسقع البيض ونحطهم بالبراد. يعني ما نحطهم هن وسخنين بالبراد؟ لا، اول شيء ما نحطهم هن وسخنين وما نتركهم مسلوقين برات البراد. اوكي كمان يعني ينتزعوا. نحن اذا حابين نزين فيهم فينا قبل الغداء، في ناس بتتاقس بيض قبل الغداء بساعه، بتحطهم بتتاقس بالبيض
وفي ناس بتحب هي وقاعدة على طاولة السفرة بعد الغداء يعني بينزلوا ولا السلة وبيعملوا منشيلها قبل بساعة من البراد، في مجال يعني تنشيل قبل بساعة. هلا من بعد ما يفقسوا بالبيض فين ياكلون. هلا في تريك صغيرة، هي وقت اللي بتكون سالقين البيض مفروض يحطوا ملعقة خل أبيض مش لحتى ما يتكسروا البيض هن وعم بيغلوا. بدنا تريك مشان تاريك هي ملعقة الخل مشان ما تطلع ريحة زنخة. أوكي. لأنه كمان بيجيك خل بنحط خل مع التلوين كمان بتمنع من الريحة. إذا بتلاحظي غير ما نفتحها على الآخر للبيضة ما بتشم مزبوط ريحتها. مزبوط صحيح. لكن بطنجرة المطرح ما نسلق بنحط خل ملعقة خل الملح. أوكي. لأنه الملح بيشدهم شوي مزبوط ما بخليهم يتكسروا. إنه بدنا أهم شيء نسلقهم على نار خفيفة ما نقوي النار أبدا. ما في شيء تريك هيك قاعدين في منهم بيقعدوا بيعبون شمع كرمالي كثير يعني بس بشوف تحبي منبلش منبلش شو لازم نعمل بالبيض. هلا بالبيض المسلوق قشروا البيض وفي ناس بتحب دغري بركة إنه يدوقوا وفي ناس لا ما بدهم ياكلوا بيض عاملين غير أشياء لنهار العيد. أول شغلة مفروض دغري نضبهم بالبراد لتاني نهار. تاني نهار في كتير من الأكلات فينا ناكلهم، فينا نزيدهم على السلطات، نحطهم مع التون مع السبانغ سلطة السبانغ بيبي سبيناتش. يعني في كتير قصص فينا نستفيد منهم. فينا نعمل رز عالدجاج مع الكاري. انت بتعرفي بالكاري في طبخات بيحطوا لها بيضة مسلوقة كاملة مع الصلصة. امي ما بتعملها هيك ما بعرف، لا هي اول مرة بسمعها. في كذا كل يعني. كذا واحد فيه. طريقه وفينا نحطهم سمبل هيك نفتحهم ونحطهم نزينهم بشويه خس مفروم مع عشية يتعشون. في كتير في اكله اسمها ميموزا بنفتحها بنشلها قلبها الاصفر بنزيد عليها مايونيز وموترد وملح يعني في كذا شغله في كذا شغله يعني. ونرجع بنرجعهم على قلب البيضه مشان الشكل تبعولها اكيد يعني في كثير فينا نفتهم بيض البطاطا مثل ما تيتا كانت تعملنا اياهم بس انه من بعد الصيام لانه الواحد بيكون قاطع صار له فتره بيرجع بعدين بصير بدهم ياكلوا لحم كرمال هيك. بالنسبه اذا بدهم يتاكلوا هلا اذا بدها تضبهم ما بدها تكبهم فينا نعملهم ونلفهم بلحمه مدقوقه روستو مدقوقه بيقولوا لها بطريقه وبنحطهم بالفريزر حلو يعني منلفها بتصفي البيض موجودة بقلب الروستو منضبها بالفريزر يعني إذا بدها الست تفنن في كتير قصص نعملها حتى ما نكبون. طب قشرة البيض أنا شايفة جايب القشر البيض معك شو فينا نعمله؟ هلا حتى هن بس من بعد ما يتقصوا ما يكبوا القشر وما إلهم ريحة ما يعتلوا هم مثل ما شرحنا إنه كان فيهم خل أبيض بيسحب الريحة منهم. منحطهم بكيس نايلون لوقت الست بتفضى إنه يعني تعمل فيهم ديكوريشن. هلا هيدا البيض انا شوي تكسروا معي انا وجايبتهم حطيتهم بهيدا المرتبين لفرجيكي شغله. هلا اكيد مش رح تقعد تشتغل فيهم ذات نهار، ثاني نهار رح يكونوا نشفوا القشر البيض. نعم بدي بس في شوف لا اكيد هلا بيقربوا علي الكاميرا بنشوفها عن قريب بدي فرجيهم كيف عم تعمل الديزاين. لا مش كيف اعمل بس في هون قشره رقيقه بقلب البيض ايه مزبوط هذا الغلاف تبعه لما بس تنشف البيضه بتنسحب كلها مفروض تنشال اوكي مفروض نشيلها. انا هيدا امبارح عشية عملته كارلا قولي انتي اسم الله عليكي جبت غري جلو غري دهنت حتى لو كبيره بالعكس اهين تكون كبيره يعني مثل الشقفه تكون كبيره بنظبطها نعم بنحطها وبنكبسها باصبعنا هيك وننطر تدهن تتكسر وبتضل ملزقه بس كتير حلوه عن جد ننطر خمس دقائق بنرجع بندهنها من برا بالغري لحتى تثبت عليها وهيك بصير الديزاين والاحلى من هيك انه فيكي تعملي فيهم صينيه خشب مجروحه مزبوط نرجع نحط عليهم كمان ازازه على البورسلان شي فاز مكسور من شي مطرقه عمريه على طاوله فينا نتفنن باشياء كتير اذا حابين مش اخذين بعين الاعتبار انه فينا نستعين منهم تشتغل هيك في ناس ما بتحب يعني بالنهاية نحن عم نتطرق للناس اللي بيحبوا عم نعطيهم أفكار كبيرة بس زيت شغلة إنه ما يعتلوهم إذا حفظوهم بمرتبين مثل ما أنا حطتهم ما بيصير شيء ولا ريحة ولا شيء أبدا لا عن جد ما فيهم ريحة أبدا يعني فتحت المرتبين ما طلع ريحة الشمعة هيدي ما نحكي عنها شيء أنا عملتها هيك بس لها فرجيهم إنه من أشياء بسيطة كتير فينا نزين الطاولة بس بدنا نتغدى أو نتعشى سلة عادية أو نزين بالأشياء البلاستيك كمان بالبيض بالسيسان بنحطهم على طاولة
في شغله كثير مهضومه بس ما قدرت جبتها معي، اذا عندها اثنين فاز بنعبي البيض المسلوق بواحد، ثاني واحد بنحطه بالنص مثلا بنحط فيه فلور اصفر. حلو، يعني بعصفور بقصص كثير بسيطه عنا، بوردة صفراء مع الشوكه مع بيض صغير. أوكي. فينا زي في كثير قصص. ست هدى، اخر سؤال صراحه لانه سرقنا الوقت، المعمول اذا فضل عندنا كثير معمول كيف فينا نحفظه ما ينتزه؟ هلا المعمول كمان مفروض بزيت جمعه العيد اولا نعمل المعمول لحتى يضاين 15 يوم. نعم. هلا في ناس بتقلك بضاين عندي شهر، كله حسب البيت قد ايه مشوي قد ايه مسقع، بس كله بينحط بكيس وبيترتب وبينحط بقلب الفريزر. نعم. بضاين 3 شهور. اوكي خلص. من بعد ما نحطه بقلب الفريزر وبس بدنا ناكل منه منشيلهم قبل بساعتين. بس ليأخذوا الجو، يعني الحرارة يلي حرارة برا حرارة الأوضة أو سوري المطبخ، وبنرجع بناكلهم من أول وجديد. لكن بنفرجهم عادي بقى الشوكولا، بس شوكولا البيض كله الستات فيهم يكسروا يدوبوه على بقلب طنجرة، نعمله بماري يعني على مي سخنة، ومنحطه بكيس أو منحطه بأشياء ليساعوا وبالفريزر، وبعدين بس تعمل حلو بالجاتويات بالطات بكثير من الأشياء ترجع تستفيد منهم ما نزيد شيء. دائما حيل الست هدى عندها حيله جديده مشان تتعلمنا اياها. بتشكرك على حيلك لليوم مدام هدى ابو جوده، وينعاد عليك مره جديده. ميرسي وعلى كل اللبنانيين. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بريك علينا ومن بعده منتابع حلو الحياه. واو، اهلا وسهلا فيك تانيا قسيس مره جديده. عشية ذكرى الحرب اللبنانيه ب 12 نيسان رح بصير حفل الفورم دو بيروت. بدايه اي رساله حابه توصلي من خلال هالحفل؟ هيك مثل ما بتقول الغنيه، الجمله الاساسيه فيها بتقول I believe in a world, I believe in the people of all nations to join and to care for love. انا بآمن انه اذا الناس عن جد بدهم سلام وبدهم حب العالم وبدهم يخففوا الحروب بيقدروا هن يغيروا كتير قصص. وأنا بجرب، يعني كل واحد حسب بالدومين تبعه، أنا بجرب مع الموسيقى أنه قد ما فيه وصل رسائل قرب الناس على بعضها. هون مثل ما شفتوا كان معي جوني معلوف. جوني أنا كتير فخورة من الأشياء اللي عملها، لأنه جوني نعرف بـ The Voice بباريس هديك السنة. مزبوط. بقدم له تحية، وأكيد كمان بحيي أنتوني توما هالسنة اللي كمان عم بيبرع. فجوني كمان حمل اسم لبنان عالي بفرنسا، لأنه في كتار لحقوه وعرفوا أنه هو لبناني وشجعوه كتير وحبوه، وأنا حبيته كتير وصوته كتير حلو. رح يشارك معك كمان؟ رح يشارك معي بالفورم، عزمته أكيد كمان يشارك، وكنا سوا بالأولمبيا عم نغني هالغنية. شو الأغنيات اللي رح تتقدم خلال هالحفل تحديداً؟ هل في شيء جديد أو يمكن قصص كلها يمكن أديتيها بالأولمبيا أو شيء من الاثنين؟ هلا رح يكون من البروجرام أغاني قدمتها بالأولمبيا، هن أغاني كمان من الألبوم أورينتال كولرز، أغاني جديدة تغنيتهم بالأولمبيا لأول مرة، وفي اغاني جديده رح غنيهم لهالمناسبه لاول مره.
اول مره بتنسمع يعني اصلا اول مره بتنسمع بصوتي يعني وفي اغنيه جديده كرمالك يا لبناني اللي طلعتها بالعيد العيد الاستقلال كمان رح كون عم بقدمها على المسرح. هلا الفكره مثل ما قلتي هي وذكرى الحرب. انا رح لك بكل مسيرتي اذا بدك انا بيعرفوني يلي تابعوني قديش بحب لبنان وقديش رساله لبنان لإلي مهمه بكل شيء بعمله، بس ماني ما كنت حابه انه هالحفله تصير اذا بدك يعني مثل حفله وطنيه وانه عم نغني انه لبنان وراجع وهيك. انا اذا بدك الموضوع اللي بدي ادخل فيه اكثر هو كيف نحن فينا نوقف سوا كرمال لبنان، لانه تاريخ هالحرب هو هي شغله ما لازم ننسيها والولاد نتعلم منها الصغار ويعني لازم ما ينسوها تنتعلم منها وما نعيد ذات الاخطاء طبعا. فانا بهالحفله كنت حابه انه نوقف سوا بجو بعيد عن كل شيء، كل المشاكل اللي عم بتصير بالبلد، بعيد عن التفريق بالدين او بالسياسه بالخط السياسي وغيرها، وحاملة مثل مفاجاه صغيره رح يكون مشارك معي. يعني هي مفاجاه بس انه هيك بنخبركم لا لا, لا 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 هلا انت صبرت علي على كل حال. هذا السؤال المقبل كان انه نحن بنعرف انه في حدا رح يكون معك على المسرح غير هلا جوني رح جوني. يكون جوني معلوف بس رح يكون في عده اشخاص ان فاكت بيعرفون اللبنانيه وبيفتخروا فيهم محضرين عمل مشارك معهم عم نشتغل عليه هلا ورح تكون بس رح تكون رساله اهم من رساله بهالحفله. لا 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 هلا 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 كفيتي يعني عم تطيري كذا شخص ايه كذا شخص اوكي شو مش حالك مين بدك تجي ما في شك نحن رح نكون موجودين ولكن حلو نعمل سكوب هلا بحلو الحياة لانه ذكرنا رح يكون في يعني حدا انت عندك سكوب دجا انه عارفه انه في حدا في عده اشخاص بتوع كل الناس عارفه انه رح يكون في اشخاص رح يقدوا معك غير جوني مش هيك رح ينزلوا ما حدا بيعرف هاي اول مره بقولها يعني انتم اول ناس بتعرفوها لانه ركبت هلا من كم يوم يعني هيدي شغله انا من النوع هيك وقت بتطلع معي فكره بعلق عليها بس بضلها تبرم 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 اول ما خلص اتاكد انه ركبت براسي يعني لازم نكتفي لا والتجاوب كان كثير حلو فعم تركب بس سؤال يعني حضرتك انه برجع بشدد وبقول نجاحات كثيره ومسؤوليات كبيره بمواقع معينه حضرتك سفيره الكاتبه الكوريه كمان بالامم المتحده فنانه يعني مفروض تكون مبسوطة بحالة عم تحقق هالنجاحات وتقريبا إذا بتسمحي لي أقول يعني بعدك مشوارك طويل عمرك صغير عم بتفكري بغيرك عم بتشاركي غيرك من الفنانين على مسرحك مش الكل بيفكروا بهالطريقة شو سر؟ مزبوط وهيدي بلبنان ما كتير بتصير امبارح كنت عم بحكي عم ببعت ميل لواحد منهم حدا من الأشخاص اللي رح يشاركوا وكنت عم جرب فسر له شو الفكرة من وراها وطلعت معي جملة إنه إذا بدي لخص هيدا الشيء قلت له بدي فرجي إنه nothing is impossible إذا بدنا شغلة بدنا نؤمن فيها بنعملها بركي أنت بتقولي إيه إنه غريب يجتمع أشخاص سوا يعملوا هيدا الشيء غريب إنه أنا كون عم بتصل بأشخاص غيري يشاركوني هيدا الشيء هيدا حلم أنا عندي وانا بفتكر انه اللبنانيه لازم يتعلموا هالشغله اذا في شغله انا ما بحب اعطي يعني ولا نصايح ولا شيء انه انا كمان يعني ما حدا بقول بالحياه ما حدا بيقدر يعني بنعطي هيك من اكسبيرينس حياتنا تجارب عشناها تجارب ومنطلع منها اشياء حلوه بس انا بامن انه اللبنانيه قد ما بيقربوا على بعضهم قد ما بيشتغلوا سوا قد ما بينجحوا بالعالم كله وغير شعوب برهنوها ونحن قد انه نعملها لانه اللبنانيين برعوا اصلا بالعالم كله بس بردوا يعني برزوا منفردين اذا بدك يعني بتعرفي طب بتعرفي لبنان نعرف لحاله هلا اكيد المنداره كان في اكيب كامله عم تشتغل وعم بتساعده لتينجح بس ولا مره لقيت اثنين مثلا ناجحين انه اجتمعوا دائما يعني كثير هذا اللي عم تجربي تعمليه تحديدا إيه بمسيرتك الفنيه اكيد لانه وقتها بتجمعي النجاح سوا بيصير نجاح بعض اكبر طبعاً. فليه ما بدنا نحن نقرب بعضنا ونوصل على هالحلم يلي نحن عنا اياه يلي هو لبنان للكل ولبنان وين بنكون واقفين وقفه سوا وماشيين بذات الاتجاه لانه الاتجاه هيدا هو الاتجاه اللي بدنا اياه للبنان يعني شو المنيح للبنان يعني بصراحه اسمحي لي كمان مين انا لقلك اللي بدي اقوله ولكن تفكير ناضج جدا تفكير بوصل لبعيد اذا بس حاولنا
نطبقه. تاني أسيس رح منتابع حديثنا أكيد المشوق والممتع جدا، ولكن بعد ما نتقل عند كارلا حتى نتعرف على بقية ضيوفنا. تابعين لفقراتنا إليز والمشاهدين أيضا، ومستقبل هلا اختصاصية التغذية ديانا أبي حبيب تنحكي عن الترويقة وأهميتها، وطبعا مع نسكويك من نسلة. اهلا وسهلا فيك ديانا ابي حبيب معنا بحلو الحياه. نحن دائما بنعرف انه الترويقه كثير مهمه واهم يمكن وجبه بالنهار، بس ما بنعرف قد ايه هي اهميتها لنا وللاطفال ايضا للاولاد. بونجور. اكيد الفطور كثير مهم، يعني بيكون بشكل بدايه كثير صحيه لنهارنا للكبار وللصغار. نعم. بالاضافه انه يعتبر عن جد اهم وجبه بالنهار. أول دور له هو أنه بيرجع، يعني من بعد ما يكون انخفضت مستويات السكر بالجسم بالليل، الفطور بيساعد بإعادة توازن مستويات السكر بالدم، بالإضافة إلى أنه أكيد بيشكل جزء كتير مهم من أي نظام غذائي صحي ومتوازن، لأنه بيأمن كتير من العناصر الغذائية الأساسية اللي بيحتاج لها الجسم. وبالإضافة له كمان وخاصة للأولاد بيساعد بيساعد بالأداء الذهني والجسدي، يعني له تأثير كتير كبير عليهم. يعني هون بيأثر كمان على أدائهم بالمدرسة، قد ايه هو مهم كمان بأدائهم بفروضهم المدرسية. مظبوط. الفطور له تأثير كتير مهم، أولا على الأداء الجسدي وكمان على الأداء الذهني. نعم. صار في كتير دراسات حول الموضوع، وفرجت الدراسات أنه الأولاد اللي بيتروقوا على بكرة عندهم يعني قدرة على التركيز أكثر بالصف، بالإضافة إلى أنهم هن بيستوعبوا أكثر فروضهم، يعني بيقدروا وبيحفظوا أكثر كمان. أوكي. وبالإضافة لهيدا أنه عندهم يعني نسبة غياب أقل على المدرسة، يعني مثلا ما بيسخنوا قد غيرهم من الأولاد كمان. وبالإضافة لهيدا الموضوع أكيد الفطور له تأثير كتير مهم على الأداء الجسدي، لأنه تخيلي مثلا ولد قايم على بكرة مثلا منه مروق، يعني ما عنده بيكون النشاط والطاقة الضرورية لحتى مثلا يقوم بنشاطاته ووجباته بالمدرسة. فالولد مثلا اللي بيقوم الصبح واللي بياخد وجبة الفطور بيكون عنده الطاقة لحتى يشارك بالأنشطة الرياضية اللي تتواجب عليه بالمدرسة. ايه مع أصحابه، صح أكيد. بس نقول الفطور عم نحكي قد ايه أهميته، ولكن شو هو الفطور المثالي يلي لازم يتناولوه الأولاد؟ الفطور المثالي لازم يكون فطور متوازن، يعني لازم يحتوي على عناصر غذائية مهمة. أولا لازم يكون بيحتوي على النشويات، يعني النشويات المركبة، يعني اللي منلاقيها مثلا بالخبز الأسمر، أو كمان اللي منلاقيها برقائق الفطور أو السيريالز. نعم. اللي بتحتوي على الحبوب الكاملة أو whole grains. كمان الفطور المتوازن لازم يحتوي على مصدر من البروتين، مثل مثلا بيضة أو حليب كمان. وبالإضافة لأكيد الفيتامينات والمعادن اللي كتير أساسية للجسم، وخاصة بفترة النمو، يعني مثل الكالسيوم والحديد، الفيتامينات دي وسي والبي فيتامينز كمان. يعني كمان حكيتي حضرتك عن الرقائق اللي من نسلة، قد ايه هن كمان عندهم الغذاء الكافي مشان يتناولوه الاولاد؟ هلا فينا مثلا نعطي اول شيء يعني لكل الامهات اللي عم تسمعنا. نعم. هلا طبعا طريقه يعني شو ممكن تقدم لاولادها عند الصبح لحتى نقدر ان يكون هذا الفطور متوازن يلي بيتشكل من كل هيدي العناصر الغذائيه اللي حكينا عنها هلا، مثل مثلا ساندويتش من الخبز الاسمر مع جبنه او نص كوب من العصير. نعم. او كمان مثلا توست اسمر مع بيضه وتفاحه، او كمان حتى في يكون الفطور بيتشكل من رقائق الفطور. بس لازم تكون مدعمه اكيد بالعناصر الاساسيه اللي بيحتاجها الاولاد. حلو. واحسن انها تكون مصنوعه من الحبوب الكامله، مثل رقائق الفطور نسله اللي هي مدعمه بالحديد وبالكالسيوم اللي حكينا عنهم قبل شوي. نعم. وغيرها كمان من الفيتامينات. مه. بالاضافه الى انه هي مصنوعه من الحبوب الكاملة. وهلأ عن جد عم تشهد إذا بدك تعديلات غذائية كتير مهمة، مثل وهيدا خبر كتير مهم. أوكي. لكل السيدات. هيدا خبر جدا مهم، بس عم نشوف هلأ كمان فكرة عن السيريز يلي موجودة بقلب نسلة. صح. بس خبرتينا خبر كتير مهم وأنا قطشتك لأنه شفنا هلأ البراكفست. هو للحقيقة بيتعلق بالتابلو يلي حطينه هلأ، وهو أنه هي أساسا رقائق الفطور نسلة أساسا دعم
بعناصر اساسيه مثل الكالسيوم والحديد. نعم. بس هلا كمان بالاضافه للي الموجود فيها زادوا كمان من كميه الكالسيوم، يعني صار في على القليله 50% اكثر كالسيوم بالمنتجات. ونعرف كمان انه الفيتامين دي كثير مهم لامتصاص الكالسيوم، فكمان اضافوا الفيتامين دي على كل المنتجات، بالاضافه لانه صارت الحبوب الكامله المكون الرئيسي بقلب رقائق الفطور. فنحن بنعرف كمان اكيد اهميه الحبوب الكامله لانه بتزيد من الاحتواء للالياف، مظبوط، بتساعد على الهضم وغيره، مظبوط، والفيتامينز والمينرالز. فاذا بدنا نرجع للتابلو الاولاني بس يعني لحتى نفسر شوي للامات باي طريقه هن بيقدروا يقدموا فطور كثير صحي لاولادهم. وبنشوف هلا مقارنه صغيره بين رقائق فطور. او نسكويك هلا. صح، يعني بنشوف انه مثلا اذا الام قدمت نسكويك مع بعض الحليب ومقارنه بغير يعني وجبات عاده ممكن انه الاولاد يتناولوها عند الصباح، بنشوف انه كمان السيريالز بتحتوي على كميه مهمه من الكالسيوم، من الفيتامين دي ومن الحديد، حتى امرار اكثر من غيرها. يعني اذا بتقارنيها مع ساندويتش التشيز او حتى مع البيضه مع العصير يعني هن او جنرال كومن يعني عندهم يلي هن بنتروقهم دائما. صح، فهذا خبر كثير مهم لكل الامهات لانه كثير بيكونوا اوقات محتارين على شو بدهم يقدموا لاولادهم. بنعرف انه هلا صارت الامراه عامله يعني بدها شيء على السريع تحضر لهم اياه وبنفس الوقت تحضير كل الوجبه الصحيه. صح، وشي يحبوا الاولاد لانه كل هيدي التعديلات اللي قامت فيها نسله بالمحافظه مع المحافظه على نفس الطعم. نعم. فهيك بتكون الام مبسوطه انه عم مطمئنه انه عم تقدم، والاولاد كثير مبسوطين مطمئنه انه عم بتقدم فطور مغذي وبنفس الوقت بيأمن لهم النشاط لا يتابعوا نهارهم بالمدرسه، وكمان بيكون الولد مبسوط انه عم ياكل شيء كثير بحبه ومعود عليه. هلا اللي بحبوه الاولاد اكثر شيء وهذا خبر كثير حلو يلي خبرتينا اياه، السكر، بحبوا السكر هن عاده ونكهه الشوكولا. حسب معرفتها كمان صار في رقائم النسلة بنكهة الشوكولا. مظبوط، في عنا نسكويك وشوكابيك اللي هن معروفين كتير يلي نحن أنا بتسلى فيها عشية. صح، ما بيحبون. مظبوط، في كثير من الامهات انه بتقلق شوي يعني او جنرال اذا كان السيريالز على شوكولا بيخافوا ما يكونوا بيحتووا على سكر اكثر. مزبوط. هلا الخبر الحلو هون انه مزبوط الخبر الحلو انه بالاضافه للتعديلات اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي اضافه الكالسيوم واضافه الفيتامين دي اللي عملتها شركه نسلة، كمان قاموا بتخفيف كميه السكر بقلب المنتجات لحديت 30%. حلو، فهذا خبر كثير مهم للامهات وابتكار عن جد بعالم التغذيه وبالمواد الغذائية، فالأم يعني فيها تطمئن. وهلأ هيدا التشارت هون بيخليها ترتاح أكتر للموضوع، ترتاح أكتر وتعرف النسبة مزبوطة مزبوط لكمية السكر اللي موجودة بقلب النسكويك أو هيدا شوكابيك لا نسكويك مع الحليب. نعم. بالإضافة لمقارنة مع غيره من الأطعمة اللي الأولاد بحبوها عند الصبح، مثلا مثل اللبن مع العسل أو عصير الليمون وشوية فواكه كمان، فمنشوف أنه بيحتوى عن جد على كمية أقل من غيره من السكر. طبعا أكيد، وهذا شيء أكيد بيطمن الأم بشيء بيغذي كمان وشيء طيب بيحبوه الأولاد ورح يستمتعوا أكيد مع نسكويك مع نسلة كمان. هذا الابتكار صار مع اكيد المحافظه على نفس الطعم. نعم. سو عندنا صار فطور يعني اذا بدك متوازن وبشكل بغذي اكيد بشكل فطور كثير بيناسب الصبح، يعني اذا الاولاد هيك مستعجلين شوي على المدرسه يعني ما بده تحضير، بالاضافه الى انه بيحتوي على طعم الشوكولا اللي الاولاد دائما بحبوها على بكره وظهر عشيه ما عندهم مشكله ابدا. ديانا ابي حبيبي نتشكرك على كل يلي خبرتينا عنهم، ان كانوا معلومات عامه بفتكر كل الامهات هلا صاروا بيتشجعوا اكثر وبيعرفوا كيف يحضروا ترويقه سريعه وبنفس الوقت مغذيه مع نسكويك من نسلة. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بريك اعلاني ومن بعده بنتابع. عودة لمتابعة حلو الحياة مشاهدينا وعودة لفقراتنا، وشرفنا هلا نستقبل خبيرة ومدربة الاتيكات السيدة سلام سليم سعد تنحكي عن اتيكات كذبة أول لسان. حلو الحياة.
اهلا وسهلا فيك مدام سعد معنا بحلو الحياه. اول مره بسمع انه في اتيكيت للكذبه. معك حق. هي مش لازم نكذب، بس اليوم مسموح نكذب. لا مش لازم نكذب، في امرار ما بدي اقولها كذبه، ولكن يفضل ما نقول الحقيقه مثل ما هي. حتى ما تجرح. هذه بسموها الكذب البيضة. الكذب البيضة اذا بدك، او المجامله البيضة، يلي في كثير امرار من الاتيكيت مطلوب نستخدمها، لانه ممكن نكون عم نجرح بالحقيقه المطلقه. نعم. بعطيكي مثل، اذا عزمتي على عشاء على بيت والست اشتغلت كل النهار لتحضر العشاء والاكلات مش طيبين، ما لك عين ومش مش مقبول وممنوع بالاتيكيت. هذه بدك تزيديها شو طيبين، واو كذا. انه ما فيك تقولي الاكل مش طيب، اشتغلت كل النهار الست لتحضر لك اكل، فبالتالي في اصول كيف نقدر ان ما نقول الحقيقه وتجرح. ولكن الحدود، الكذب الثقيله والكذب الخفيفه، وين بيوقف الاتيكيت عنده؟ الاتيكيت بيوقف عن كذبه اول نيسان بالمطلق، لانه هو ما في شيء اسمه كذبه اول نيسان، في اذا بدك مقلب اول نيسان. مزبوط. يعني احنا باول نيسان بنعمل مقالب بس ما بنكذب، يعني مش مقبول حدا موظف ما بده يروح على الشغل يتلفين يقول له للمدير انا مريض ما قدرن اجي وهو منه مريض، ويقول انه اوكي كذبه اول نيسان، هيدا مش مقبول. لا بس في يرجع مثلا على الشغل ويكون مثلا انه كذب عليهم هذه الفتره الزمنيه. ممنوع يعني اذا بشكل جدي، يعني الكذب اذا كان جدية ممنوعة كأول نيسان. أول نيسان هي مقلب أول نيسان بس مش كذبة أول نيسان. بحق لك تعملي مقلب، شرط ما يكون المقلب تقيل، خلي يكون خفيف مهضوم يفرح اللي أكل المقلب أو اللي أكل الضرب. بس ممنوع نعمل مقلب ونخلي الآخر ينرفز أو يزعل كتير أو تكون كتير تقيلة مزحته. خلي المقلب اللي بدي يعمله يكون مقبول، واللي عم بيأكل المقلب بنهايته يضحك يقول أنا جد مرقت علي كانت كتير مهضومة منكم. لا أنا أختي غطى قلبها. لا هلا بتذكر المقلب اللي عملته فيها. شو عملتي فيها؟ عملت إنه شقيت إيدي وحطيت ضربت كاتشب بالماء وزتيت على ايدي وعيطت لها، قلت لها كارمي كارمي ما بعرف شو صار لي ما بعرف شو، وشفت كارلا شو عملتي، كارلا شو عملتي، قطع قلبها. هي حساسه، هي حساسه. بس دوم حرام. سوري بعتذر. بالاتيكيت لازم اعتذر. مظبوط بالضبط. خلص بعتذر. وبتعتذري والاعتذار بيكون مقبول لما نعرف ليش اعتذرنا، مش بس انا ايم سوري ايم سوري وليش انا ايم سوري. ان شاء الله تقبل اعتذاري. كانت مسحه. اللي بدي ارجع ركز عليه انه اول نيسان عالميا متواجد. اول نيسان هو بيكسر التقاليد والروتين اللي ممكن نعيش فيها بيومنا، شرط انه ما يكون كذبه فعليه. مزبوط. يكون مقلب عم نعمله بالاخر. انا بعرف احدهم انطرد من وظيفته لانه عمل مقلب كان كثير قوي، فبالتالي خسر وظيفته. طبعا في مقالب بدنا نعرف مع مين بدنا نعملها. الشخص اللي بدنا نعمل فيه المقلب لازم يكون عارفينه مسبقا. في ناس ما بيقبلوا المسحه وماشيين ما بيقبلوا الزاحله، هودي مش لازم نعرف فيهم مقالب. اكيد لا، بدك تعرفي مين عم بتتوجهي لمين. يعني اذا حدا بيتقبل مسحه عم بيتقبل المقلب خلاص اتس اوكي. بالضبط. والشغل الثاني انه المقلب الجيد هو المقلب يلي ما بيطلع عفويا، بدك تحضروا له قبل الوقت، فبالتالي فكروا فيها مزبوط وعرفوا ايمتى تنهوا المقلب. يعني ما تطلع عشوائيا براسكم فكره انه اوكي هات لنعمل هالفكرة. كل ما فكرتوا فيها واشتغلتوا عليها بطريقه حبيه وسلاميه بيطلع المقلب مرتب اكثر. بس ما تطولوا فيه كثير، يعني لما تحسوا البيك كانه تاع المقلب وصل لمحله خلص خبروا انه اول كذبه اول نيسان او مقلب اول نيسان. اغلبيه العالم بيعملوا مقالب باول نيسان، انقطعت فيهم السياره تاعوا بليز نحن موجودين هون، ام فتنا على المستشفى، ام كسرنا اجرنا. يعني هدول هن مقالب اول نيسان اكثر شيء. في مقالب ممكن يعملوها الزملاء في بالمكتب، في ويب سايت خصوصي اسمه اوفيس برانكس، يعني فيك تطلعي تنزلي شيء على الكمبيوتر تاع زميلكم بالشغل، فبالتالي لما يجي ليدوروا بيحس انه صارت الشاشه سوداء وعم بيقولوا له عملنا لك هيك الاكونت تاعه واكل فايروس. كثير قوي. في كثير امور صارت متطوره اكثر عم تواكب حياتنا، فينا نطلع بسهوله نقدر نستفيد من الافكار اللي بيعطونا اياها لنعمل مقالب. بس خلي المقلب يكون سلمي وما يكون مؤذي، ونعرف ايمتى ننهيه وما نخلي الاخر ينرفز ويطلع عم طوره، خليه يكون يفرح بنهايه المقلب. ايه مزبوط، يكون كذبه مظبوط مهضومه وعم بتقضوا وقت حلو، مش انه الواحد يكون عم ياذي الاخر بكذبه اول نيسان. حسب يعني وين تفكيره عم بيروح، اذا بده اذى ياذي واذا ما بده اذى. بس اليوم نحن عيد الفصح، بس ابدا منا كذبه، المسيح قام حقا قام فعلا. اكيد طبعا. بدي عايدك سيده مدام سعد يعني ينعاد عليك وكمان ما يكون في كذبه مأزية اليوم. بتمنى للجميع فصح مبارك وينعاد على الجميع بالخير كاول نيسان بمسحه وبسمة على الجميع، وبعيد الفصح بتجدد مستمر للجميع ان شاء الله يا رب. ثانك يو لك. يا هلا. برجع لعندك اليز.
يعني ما فينا ما نحكي عن موضوع كذبة أول نيسان، شو طمنيني؟ من الصبح صار معك شيء خاصه بهالموضوع؟ لاحظت هلا مش عارفة صمتت. اوكي ما بعرف انه ما تعطي افكار هلا. تانيا يعني لنرجع لموضوع الاغنيات، الموضوع الفني، بعد حفل الاولمبيا وبعد الحفل يمكن المقبل رح تطلق البوم بيجمع كل الاغنيات اللي اديتيها مؤخرا. صح، هذا الالبوم رح يكون لايف من الاولمبيا، يعني رح تكون حفله الاولمبيا على سي دي وعلى دي في دي، دونك اللي ما قدروا يروحوا على باريس بيقدروا يحضروها ويعيشوا كل الاشياء يعني كل اذا بدك الايموشنز الاحساس والتفاعل اللي عشناه هونيك. دونك رح يكون يتضمن اغاني نقله من البومي اورينتال كولرز واغاني جديد كنت عاملين لهم توزيع جديد لحفلة الأولمبيا. دونك رح أطلقوا ليلة الـ 12 نيسان بالفورم دو بيروت وبيكون بالسوق ابتداء من تاني نهار من 13. حسيتي كتير متحمسة يمكن لأنه خاصوا بالأولمبيا تحديدا. هون سؤال تاني بيطرح نفسه دغري، بعد الأولمبيا تانيا عم تفكري يعني صرتي بطريقة مختلفة بمسيرتك الفنية، يعني كل عمل جديد بينطرح عليك بتوقفي عنده أكثر صرتي من قبل؟ ليك ايه والسؤالات عم تزيد، انا افتكرت بعد الاولمبيا رح تنقص السؤالات بس انفات عم بتزيد لانه انا بتعرفي ستيلي كثير يعني منوع وبهني بعده لغات وبالوان موسيقيه مختلفه. من بعد الاولمبيا قلت انا ومجرد اني عم بعمل اولمبيا يلي هو مسرح عالمي، قلت انا لانه انا كمان شخص عشت كثير برا 7 سنين بركي لازم روح اكثر صوب موسيقى اكثر انترناشونال من شرقيه، لانه انا ما بعتبر حالي مطربه او مغنيه شرقيه لانه يعني لسوء الحظ ما تعلمت التكنيك الشرقيه مع انه هذا الشيء بحبه كثير وانه حابه ادخل فيه اكثر، بس انه لحد هلا كنت اكثر اذا بدك يعني مسيرتي كانت اكثر كلاسيكيه، انه انا دارسه كونسرفاتوار دونك غير نوع كليا، ما بعتبر حالي مغنيه شرقيه يعني. بس من بعد اللي صار بالاولمبيا حسيت قديش اللبنانيه والاجانب هيك تعلقوا بهالشيء الشرقي اللي قدمته انا بطريقتي يعني بطريقه مختلفه، وحسيت انه لا لازم ضلني بهالدمج بين الغربي والشرقي واعمل اعمال يعني مثل خليط بس بطريقه انه كيف الافي ماريا والادين انه كثير مختلفين بس كثير ظابطين ولا قدرنا ما هيدا انا دائما اذا كله هيك يعني ناطرنا قصص جدا رائعه. نعم عم نعمل هيك اشياء جديده حلوه ويعني في اشياء رح يسمعون ديجا ب 12 نيسان وعلى الالبوم تبع الاولمبيا، وفي اشياء جديده عم تتحضر بس بدها تاخذ شويه وقت يعني تطلع. دائما بتحكي تانيا بالوقت ودائما بتقولي لازم ياخذ وقت، هل هالشيء مفهوم عندك اياه بالحياه؟ يعني بتعتبري النجوميه هي بمجهود شخصي بتعب متواصل او لا ايام الحظ يمكن بيلعب دوره، اذا نحن نعرف او نكون حاضرين لاستغلال الظرف؟ هيك الاثنين كثير مهمين. هلا انا عن جد كان لي حظ بعده اشياء عملتهم بحياتي، بس بنفس الوقت بركي لانه عرفت اخذ القرارات المناسبه بالوقت المناسب، يعني اوقات كان في اشياء كان في عملها كثير حلوه وكانت ساعدتني لمسيرتي الفنيه، بس ما اخذت قرار اعملها لانه كنت احس انه بكير بعد وانه هالشغله بركي بوقتها رح احس انه رهجه كبيره وانعرف بركي بطريقه اسرع، بس حس حالي انا ماني بعد حاضره انه اقدر اكون على قدها اذا بدك. فاخذت وقتها، يعني انا بلشت غني كان عمري 12 سنه، بلشت اخذ كورات شون كان عمري 15، رحت على باريس خلصت دبلومي كان عمري 25، انه اخذت وقتي، بس كل مره انطر يقولوا لي شو ناطره؟ قلوا ناطره هلا مش وقتي. وبس بنفس الوقت ما مش انه بنطر وبكتف ايدي وبنطر يجي اكيد، بس ما بتحب النهايه تسل المراحل، يعني بحب بحب اخذ وقتي وبحب انه وقت اعمل او اطلع بعمل جديد كون مقتنعه فيه وما اقول بعدين يا الله كان لازم اعمل، انه كون عن جد مقتنع بانه اللي عملته هو هيك لازم ينعمل وهو اللي بيشبهك بالنهايه. هو بيشبهني اكيد. تانيا حابين نشوف هلا سوا مع المشاهدين اكستري من يا حبيبي تعالى. يا حبيبي تعالى لحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقتي بناجي خيالك مين قدك وانا كاتمه
يعني سمعتك عم بتقولي ما في حدا تشكيله أهلك وما أهلك، بتصور أهلك ما عم بتشوفيهم لتشكيلهم تانية؟ ما بعرف ليه أحساسي هيك. ما عم شوفهم تقليك الصراحة، هي أول سنة بعيد عيد الفصح لحالي. نحن عادة منعيد، كانت دايما تسأب نكون بريز لأنه نعش 7 سنين بريز، وخي توني كمان ببريز، وكانوا يجوا ونلتقى كلنا ببريز نعيد باك سوا. هالسنة قالوا لي شو باك بريز؟ قلت لهم ايه باك بريز، وحجزوا التيكتس وكل شيء، وأنا ما قدرت سافر لأنه شغلي ما عم بسمح لي وتحضيرات الحفلة يعني كتار، فراحوا بلاي. وهون حسيت عن جد قد عم بيقطع وقت واوقات عبالي اقضيهم معهم، يعني شارك كثير اشياء معهم وما عم بلحق من ورا الشغل. بس عم بحضر الفيديو وهيك ما فتذكرت انه هيك موقف اذا بدك شوي كان هيك كثير لإلي ايموشنال عاطفي. بعد الكونسير انا وبي كثير قراب، بابي واكبني بكل شيء لانه هو بيكتب حلو. فكان دائما هيك عنده كلمات حلوين يساعدني وقت بدي اكتب هيك تكستات، وبنفس الوقت هو شوي موسيقى ما انه ابدا بالمجال الموسيقى، بس بحب عنده اذن وباخذ دائما برايه. وبنفس الوقت هو كثير يعني كان كثير حدي وكثير مش حدي، يعني تركني كبني انا بيقولوا قال لي بدك تعملي هيدا الشيء بس بدك تدبري حالك لحالك. وانا قلت له انا اصلا ما بدي اعمل هيدا الدومين الا ما اكون انا قادره اعمله لحالي، دوك بس بدي هيك حد تسندني نهار يلي انا عن جد كون تعبانه او عايزه انه احس انك حدني بس تغمرني بحبك، هيدا كل شيء بدي. دوك علاقتي مع بابي كثير هيك انه سبيسيال. ومامي لك بعد الأولمبيا رحت هيك غمرت وقلت لها مامي سوري على كل شيء عن جد سوري، وحسيتهم عن جد طلعوا من قلبي لأن أمي كتير بعذبها لأنه بتدلعت لي همي، مش أنه بعذبها بطريقة يعني، بس أنه مامي بتعرف كل الأمات بتدلع أنه أخذت الدواء الفيتامين أكلتي ببعت لك غدا. هاي الأم هذا شيء طبيعي، هاي الأم. أنا بدي أقول لك بتصور فخورين كتير فيك، عم شوف هلأ كمان صور. عن جد بوجههم تحية كتير كبيرة لأهلي لأنه بتعرفي ما حدا بيوصل محل ما بده يوصل إذا أهله مش داعمينه. هيدول الصور بالقصر الجمهوري بالحفلة عيد الميلاد هون مع عن زكريا سيد الأولى محمود مسعد عم نغني أفي ماريا اسم مسيحة سيد الأولى أكيد وفخامة رئيس الجمهورية. كان أكيد كنت كتير أنه مبسوطة وسعيدة أنه قدر شاركهم بهالعيد عيد الميلاد. ووقتها كان معي كورس ولاد انا شكلته من طوائف مختلفه، عرفنا. كنت حابه انه نقدر نكون كلنا عم نشارك هالعيد الكبير يلي هو عيد الحب يعني عيد السلام واكيد بحب وجه يعني كل تحياتي وعيد الجميع بهالعيد. وان شاء الله يعني هلا المسيح قام حقا قام، ان شاء الله لبنان يقوم كمان وتكون هالفتره هلا فتره صعبه، بس انه ان شاء الله ما بعرف شو الله محضر لنا، بس ان شاء الله كل خير. تكون يعني ان شاء الله الاشياء تروح مثل انا على كل حال بامن انه العذراء دائما مرافقتنا وعينها على لبنان دائما قلبها معنا دائما. يعني بالفعل وبصدق بدي اقول لك انه نحن فنانه حضرتك فنانه مفتخر فيها جدا متميزه ودائما عم تعكس الوجه الجميل للبنان وين ما رحتي وعم تروحي لبعيد، مشان هيك شكرا لك. اهلا وسهلا فيك تاني قسيس شرفتينا. مشاهدينا رح نروح هلا على البريك ومن بعده بنتابع حلقتنا، خليكن معنا. منتابع مشاهدينا حلقة اليوم من حلوة الحياة وبصرنا نستقبل هلا الدكتور عماد مراد حتى نحكي من الناحية التاريخية عن كذبة أول نيسان.
اهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا يعني فيك. بعيدا عن المرح والتسليه رح نحكي معك عن كذبه اول نسان. نعم. من الناحيه العلميه. نعم. شو نحن في كذبه اول نسان عاده في كذبه اول نسان وما عم نكذب، رح نحكي واقع وحقيقه وتاريخ وعلم. اوكي. من الناحيه التاريخيه كذبة أول نيسان مرتبطة بالتقويم الميلادي، يعني بالتاريخ الميلادي. وكنا وقت حكينا عن عيد رأس السنة مرقناها بشكل موجز، هي وقت بعهد الملك الفرنسي الشهير يلي أخذ دور كتير كبير سنة 1560 أمبراطور فرنساوي ورث الحكم عن بيه بعمر 10 سنين، طلبوا منه كل القيادات اللي حواليه أنه هالتقويم خطأ، يجب أن يتلازم التقويم الميلادي مع عيد الميلاد، يعني لازم نبلش رأس السنة مع ميلاد يسوع المسيح. قرر الأمبراطور نقله لواحد كانون الثاني، والأمبراطور بما أنه كان صغير بالعمر، كان عمره استلم بالعمر 10 سنين، بعمر 14 أخذ القرار. كان مراهق وكذاب لأنه صغير، مش مع احترامنا الأمبراطورية يعني، وكان يألف قصص عبيه يعمل إشياء إيليغال، بما أنه العائلة بالكسر الملكي كان الولد لازم يعيش على الاتيكات، ممنوع يغلط، هو كان بده يعيش على ذوقه مثل الأولاد، كان يكذب كتير، وكانت قصصه مشهورة بالقصر لهذا الأمبراطور. الناس اخذته جدية، بس وقتها كان يجي عيد رأس السنة الجدي يلي كان قديما يعيدوا فيه، يعتبروها كذبة من الامبراطور هذا لانه كذاب، ويضلون يحتفلوا فيه ويجيبوا هدايا فيك. يعني يا يجيبوا جاتوه معمول من المنح مش من السكر، يجيبوا للناس يعملوا ضرب فيه، يعملوا ضرب فيه او يعملوا ضرب بالناس، او يجيبوا علب كهدية تطلع فاضية. وانطلقت من هارتها بفرنسا مش بالعالم كذبة أول نيسان، وفي ناس تحتفل وتدعي للاحتفالات وما يكون في احتفال بأول نيسان. مع أنه الاحتفالات برأس السنة هديك الأيام كانت تمتد حوالي أسبوع أو 10 أيام، من 21 أدار لأول نيسان. شو حلو، كان 10 يعني أيام يحتفلوا بعيد رأس السنة. نهار واحد نحن أجا نهار بيعطونا إياه فرصة صح. ولا بنشتغل فيه نسيت. دكتور يعني في شيء خبرية كمان كتير كبيرة تاريخية عن مقلب كتير مهم صار بكذبة أول نيسان. كمان كمان علميا يعني صح، موجودين بكتب التاريخ. حتى بملكة فرنسا سنة 1600 تقريبا و3 كان بعد الخبرية الكذبة بعدها بفرنسا بريطانيا مش منتشرة كتير. الملكة ماريا بعتت مكتوب لجوزة باسم مجهولة ومعجبة لجوزة بأول نيسان، قالت له أنا معجبة بشخصيتك وبشكلك، إذا في مجال نتلاقى بغض النظر عن مركزك، أنت بديك كشخص تلاقيني مطرح معين حتى نتعرف على بعض. حلوة منا، هو ذكية. هو بكل قلب طيب غير ثيابه. هم لأنه هو تعرف مين مش أكتر، يعني هو بده يعرف مين هالشخص. بس هيك يمكن حشرية يعني. ما فينا نثبت إذا كان عنده نية عطاء أو لا. لا لا لا، لأنه بالتاريخ لا، إذا ما في شيء مكتوب صح وما بدنا نلقلي، ما بدنا نلقلي على الناس، الزلمة يمكن ما مش مكتوب بالتاريخ. الله يرحمه. شو كان نيته؟ اوكي. تنكر هو مرح بهالة امبراطور هنري الرابع، مرح بهالة امبراطور، راح بصفة شخصية اكيد دكتور على الموعد، واذ بلاقي مرته ناطرته. قالت له مش رح حسبك عليها لأنه كذبت أول نيسان، بس إذا بتعيدها مرة ثانية أنا برجع على عائلتي، يعني هي عائلة أرستقراطية، وأنت بتكمل بقصرك الملكي. كانت محطة فاصلة بالتاريخ بعلاقتهم الزوجية. واو. لو ما هالحدث تأكد له فيما بعد أنه هو مخلص لها إلى حد أقصى الحدود. بتصور تعلم كتير منيح. بفتكر يعني هاي فكرة هلا لكل النسوان يعملوها اليوم أو لكل الرجال ينتبهوا، مش بس للنسوان. يعني أنتوا عم تشدوا من مال وأنا عم شد من مال. في قصة تانية كمان ملفتة ببريطانيا، كان بعد القصة ما وصلت على الشرق، شاب 1860 بعت من جيبته كلفة شخصية كتير، عمل 1000 بريد مغلف بريدي رسمي، وحط فيه دعوة لحوالي 1000 عائلة بريطانية يدعون إلى ساحة لندن، برج لندن، لمشاهدة كيف نغسل الأسود البيض. ما في منها هيدي. وعمل الدعوة مجانية
لأول مرة بريطانيا دعوة مجانية ويحذر على المدعوين دفع أي إكرامية حتى، يعني تعوا الدخول مجاني وما بتدفعوا شيء وإلكم حق تعزموا مين ما بدكم. حلو. بواحد واحد نيسان بساحة بريطانيا ببرج لندن عجقت العجقة العجيبة، سكرت الطرقات كل الناس تجي تشوف كيف بيغسلوا الأسود البيض، هذه مش موجودة الخبرية، حتى أنه الشرطة تجمعت وحققت بالموضوع، قالوا لنا احنا معنا دعوات رسمية، حققوا بالموضوع، راحوا جابوا الشاب حطوه سنة بالحبس، انه شو هالمزحة، قالوا لنا ولو كذبت اول نيسان موجودة بالتاريخ، ولكن الملكة مريم عملتها او ماري عملتها بجوزها وانا بحق لي اعمل لعبة مثل هيدا وحبسوا سنة من وراء هالكذبة. حلو، شفتوا الكذبة شو بتعمل؟ انه قال شيء سنة يعني. هلا في اكيد اخبار اخرى، وفي منا حديثة العهد، يعني 1988 احدى الاذاعات البريطانية كذبت كذبة جيولوجية، قالت انه مع كوكب جوبيتر، هيدي حديثة كلنا بنعرفها، بده يقرب على الارض ويخفف من جاذبية الارض، واللي بفز عن الارض بيقدر يقف شوي صغيرة بالجو. هلا في ناس عقلهم خفيف لا بس حلوين، في ناس عقلهم خفيف يعني ومنهم مثقفين زياده عن اللزوم خاصه بالمعلومات الجغرافيه او التاريخيه، بهالفتره حطوا وقت الساعه 10 الا ربع مساء واحد نيسان وفزه واحده لا صار الناس تفزفز. مراكز الشرطه صار يجيها مثل اخبارات هلا لانه على التليفونات انه في ناس جيراننا عم يفزفزوا كثير، تعالوا شوفوا يا عم يتخانقوا، واجا اتصالات على الاذاعه ذاتها يقولوا مزبوط في الزينة وعلينا بالجو، يعني في ناس صدقوها حسوا حالهم عايشوا اللحظه ومراكز الشرطه صارت تبرم تشوف ليش في مشاكل بالبيوت، سكر انه هيدي لا ضرب حلو، هاي هونيك اكيد بده يحسوا بخلل او في شيء غير طبيعي عم بيصير، بس لو بلبنان نفذوها هيدي كان عادي جدا. اصلا ما كان حنتلفن للشرطه لانه ما في شك ما في مشكله اذا ناس الجيران تخانقوا بين بعض. دكتور ما بعرف في كمان دراسه علميه مين بكذب اكثر، الرجل او الامراه؟ اوه في عشرات الدراسات، بس انا رح اعطي دراسه حديثه بريطانية عملها استاذ علوم اجتماعية وبسيكياتر. نعم. عملها هيك لنشوف ناطرين الرد بدي اشوف كتبت ايدي انا. لا جون شمايل، مش انا عامل الدراسة. لا اكيد اللي كسبوا اكثر. جون شمايل مشهور كثير وعنده دراسات منشورة وكتب حول الكذب، مش حول مين بكذب اكثر، عنده دراسات حول الكذب، اصله تاريخه انتشاره وين بكذبوا، بالشرق اكثر او بالغرب اكثر، بامريكا او بشماليه او جنوبيه. اخر دراسه عملها ربط طيبه القلب وضعف الشخصيه بالكذب، يعني الشخص الضعيف اللي بخاف مجبور يكذب حتى ينقذ حاله، والمراه او الانسان الضعيف الشخصيه بكذب حتى عمره المراهقة، لين الأولاد كتير بيكذبوا لأن شخصيتهم ضعيفة وبيخافوا من أهلهم. مزبوط. البنت والشاب اللي بده يظهروا من البيت يعملوا مشروع مع حدا بيكذبوا على أهلهم، خاصة إذا أهلهم حاطين عليهم سلطة. الإنسان الضعيف مجبور يكذب. من هالمنطلق ربطها اجتماعيا أنه المرأة وخاصة بالشرق بما أنه بتخاف من الرجل يلي هو اقوى شخصيته منها بتضطر تكذب، بس مش بنسبة كبيرة، يعني تمنهينكم كثير او تمنهين العنصر النسائي. بين انه النساء بتكذب اكثر من الرجال. بالغرب الكذب متساوي. هلا في دراسات كمان بينت انه الرجال بالغرب بكذبوا ثلاث مرات زياده عن المراه، بس منا دراسه علميه مثل دراسه لا شدد رجع. هلا انت عم تحكي عن الكذب عند شو اسمه جون شمايل، تعال نحكي عن الكذب بالهالبوكس بوب يلي رح نشوفه. شو راي العالم بابريل فولز داي؟ كذبتني أول نيسان كذبة بيضة، قلت لصاحبتي تلفني الجوزة قلي له مرتك عاملة حدث وحاب المستشفى. ولا مرة حدا عامل فيني ضرب ولا شيء. كثير مجربة أعمل بالعالم بس ولا مرة بتزبط معي لأنه ما بعرف كذب. ما بخليهم بعرف، صرت أحسب له من أي وقت خلقتني أمي خلقت بذكر. حدا عامل فيني وأنا عامل بحدا، عم بخطط له يعني من هلا بكذب علي. شو كذبة؟ لأن أختي عملت حادث هيك مش هتافه. قالوا لي توفت أمها، قلت له يا عمي شو توفت أمها؟ هلا بعد ما حكيها
أنا ما حدا عمل فيي كذب، بعمل أنا كذب. بالنساء أول نساء وغير أول نساء. تعرف إنه ناس قالوا لنا خيي عمل حادث وتوفى بالمستشفى. ومثلاً بدي أقول الصبح في عاملين أكسيدان وهيك. تعمل فيها هلا أول نساء؟ إيه مرة قلت له لشخص خطيبتك ناطتك حد باب الكنيسة. راح يركض هو. من اول ما قلنا لا هلا بل في ضروري بالعكس هلا صار لازم يعملوا اول لسان مش كذبه صدق اول لسان لانه كل ايام كذب بقى الواحد يصدق بهالنهار هاي حلوه عن جد حلوه اخر وحده شفت الرجال طلعوا بكذبوا اكثر لا يعني هون مزح هون مزح ليه ليه البطل بيقول كذب من حاله نحن حكينا هيدي مثل عربي قديم لان نحن اصلا بالشرق في كثير امثال بنقولها غلط بس اذا اذا بيقولوا الكذب من الرجال بس فيكتوري جو بيقول الكذب حلو عند المراه لما بيبين عليها انه عم تكذب نحن فظيعين بدنا شوفوا انه بيمثلوا المراه وقت تمثل وبتكذب ما بيبين عليها خاصه انه الرجال بيطلع على تعبير المراه وبيصدقها مزبوط ما بدنا نقول انه لانه بينسحر بجمالها مش لانه غشيم هلا احترنا يا دكتوره على اساس ضعيف الشخصيه وعلى اساس خلص بدي بدها تكذب ما ببين عليها شو هلا ما ببين عليها لا لانه زياده كذب زياده هذا اكيد خلص نحن عندنا حرفه ما بكفي انه عم بتكذب الا انه عم بتمثل يعني اثنين سوا بنصدق الكذب اللي بنكذب هلا ما مش قصه عنصريه بس اكيد لا طبعا نحن عم نمزح هلا وعم نعمل كذب كثير كبيره دكتور عماد مراد اول شيء عاد عليك بعيد الفصح المجيد وان شاء الله كل ايامك تكون صادقه مثل هالعيد والمسيح قام اهلا وسهلا فيك مشاهدينا فيكم تتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا اللي هلا رح تظهر على الشاشه عبر تويتر عبر الفيسبوك وكمان على الويب سايت وكمان you can follow us on twitter or like our page على الفيسبوك بريك علينا ومن بعده منتابع عودنا متابعة المحطة الأخيرة من حلو الحياة وبشرفنا هلا نستقبل الأستاذ توني نصور رئيس مجلس إدارة شركة الـ ITN. ITN ثقة وأمان هلا مع ITN صار فيكن تعملوا فحوصاتكن بعيادات AUBMC ولنخفف عنكن قدمنا كل التسهيلات يعني مش مطلوب منكن إلا تقرير طبي ومهما كان عمركن حصلوا على بطاقة AUBMC لكافة الفحوصات الخارجية مع الـ ITN AUBMC أهلا وسهلا فيك أستاذ توني نصور معنا بحلو الحياة ينعاد عليك فيكم. أول شيء بالصحة والبركة والخير وهيك دايما تعملوا كابينة خير مع العالم بشركة التأمين ITN والبروكرز لأنه دايما الصحة هي أهم شيء بالحياة مزبوط ومن عيد كل اللبنانيين وإن شاء الله يضل صحتهم كلهم بألف تسلم خير. تسلم تنحكي شوي عن البطاقة الصحية كيف نستعملها من بضمن الـ ITN البطاقة الصحية طبعا الانسان ايام او بينسى البطاقه بالبيت او بيروح على المستشفى مزبوط. يبقى اخذ مش اخذ معه الهويه من الضروري دائما ياخذ معه البطاقه اللي هي تابعه له وهويته وبيتقدم على المستشفى حتى اذا كان رايح على المختبر بده ياخذ تقرير الطبيب والهويه والبطاقه ما في يكون في شيء ناقص منهم لانه كلهم متعلقين ببعضهم بقى لازم يكون هو دائما جاهز هلا لاي اسباب طارئه ما عنده اي وحده منهم بيقدر طبعا بيتصل ب بالخدمه تبعنا ونحن بنقدر نودي له اياها بس طبعا بدنا يكون عندك كميه كبيره من الاشخاص المنتسبين ما فيك تقدم الخدمه الا ما كل بس كل واحد صار معه ايمرجنسي يعني يكرم عينه طبعا هيدي متواجده هيدي استثناءات نحن اللي بنقول بالحاله العامه لازم يستحب هالمستندات معه هيدي بتصور لازم تكون دائما معه يعني ولا صحيح. لحظه لانه ما حدا بيعرف شو بجد عليه بالنهاية. مثله مثل الهويه مثل اي شيء ياخذها معه ضلي معه صحيح لانه لا سمح الله صار عنده حادث بيشوفوا بيعطوا البطاقه بيعطوا الهويه وبيقدر يمشي اموره بسرعه استاذ نصور يعني هون بدي اطرح طرح نحن عايشين للاسف في بلدنا عن حالات خاصه يعني الركود الاقتصادي الوضع الاجتماعي المتردي نعم. هون بالنسبه للتامين الصحي شو فيك تقول بهالظروف تحديدا انا بقدر اقول بالظروف اللي هي الركود الاقتصادي سد يمكن الناس بتشتري اكثر تامين
لانه ما في شغل كثير، ما في مصاري عم تقلب بين ايديهم كثير. لو في شغل وفي مصاري بيقول لك ماشي الحال، صار مصاري معي بدفع. بهالحاله هيدي بالعكس هي انه بتعطي عكسيه عند الانسان، وبيروح بيشتري بيقول لا سمح الله سيبني شيء، ما معي المبلغ او مني متوفر، عندي بطاقه بقدر روح استفيد منها. بقى هي مثل ما بيقولوا ما بدنا نقول لا تكره شيئا لعله خير، هيدي طبعا مش هو المبدا، بس هيدي الخوف عند الانسان بحالات الضعف وقت ما يكون الاحوال منا مضبوطه، بس يكون داون يعني. صحيح بيتشجع وبياخذ التامين اكثر. صح. يعني هون بالنسبه للتامين الصحي، اي عام بطاقه التامين الصحي منا جديده بالسوق اللبناني، ولكن بنعرفها من قبل، هل هالشيء مزبوط؟ التامين الصحي بلبنان، بدك تقولي لبنان من الاوائل بين الدول العربيه كلها اللي بلش فيها واطلقها ومعروفه وكل شيء، بس للاسف برا الدول بدك تقولي تقدموا اكثر منا بكثير، انه طلع التامين تصدر من لبنان للدول العربيه، الدول العربيه تقدمت كثير بالنشاطات التامينيه ككل حتى بكل المستويات، ولكن نحن ما كان عندنا يمكن الظروف الاوضاع اللي بنعيشها واللي ما بعدنا لليوم عم نعيشها ما عم بتساعد يمكن نقدر نكبر اكثر او نقدر نعطي اللي لازم ينعطى، بس هي متواجده واللبناني بيعرفها واللبناني فقيه بالتامين وبالحياه التامينيه ومستوى التامين. يعني بفهم منك مش ممكن اتزرع ب لا يعني طبعا لا، لانه عدم المعرفه بالتامين الصحي ما فينا نقول بقى عدم المعرفه، بيعرف كل شيء، هو بيعرف كل شيء لانه هو صدر هالخدمه لبرا بيعرفها، بس يمكن الاوضاع عندنا او الظروف عندنا، وبعدين الناس بدها تتعود على اهميه التامين، التامين اليوم مهم، قلناها مره ما فيك تتكلي، دائما بنقول نتكل على القدر، على القضاء والقدر، لا القضاء والقدر ما بيمشي بقى اليوم، عندك حاله انت مريضه عامله حادث بدك تتطببي، ما فيك تقول القضاء والقدر، قد ما نحن هيدي اشياء روحانيه بنحترمها، بس البطاقه الاستشفائيه هي اللي بتشيلك وبتكملي طبعا بتكملي قصتك مع القضاء والقدر كله. بعدين اسمح لي كمان اضيف انه ممنوع يعني جهل هالموضوع بالذات، خاصه بهالفتره الاخيره اللي صار فيه كمان منافسه بين شركات التامين. نعم. صاروا هن عم بفوتوا على كل بيت تيوعوا العالم اكثر واكثر، مثل ما حضرتكم عم بتقوموا. صحيح، لكن المنافسه كثير حلوه، هذه صحيه. نعم. مثل الحريات كثير مفيده، شيء طبيعي. الاهم شيء اللي نحن دائما بالمنافسه تكون المنافسة دائما شريفة، بس تكون المنافع الشروط تكون موحدة. هون عم بيصير الالتباس من وراء المنافع، من وراء الشروط، كل واحد عنده شروط معين، كل واحد مثل ما بيقولوا بشوف ابنه كتير حلو، ولكن طبعا في معطيات معينة الكل لازم نقدر نمشي فيها. هون ساعتها اهلا وسهلا بالمنير. استاذ نصور رح نتعرف كمان على برنامج بالاي تي ان وهو اسك بلو. الصحة والأمان أغلى نعمتين بتوفرن آي تي إن. عناية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل أفراد العائلة. آي تي إن بتقدم لكم بطاقة أسك بلو للاستشفاء بثلاث برامج: كلاسيك، إسنشال، وجولد. تغطية واسعة بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية، مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية. أسك بلو من آي تي إن، عيش الصحة والأمان. ما في شك اسك بلو من اي تي ان، عيش الصحة والأمان، ما في شك بهذا الموضوع، يمكن شعاركم. ولكن كمان بالإنترنت عندكم كمان الشكاوى بتوصلكم، البنية التحتية لإزالة الشكاوى والأمور يلي متعلقة كمان بالبرامج الصحية، يا ريت بتشرح لنا أكثر عنها. طبعاً ليك نحن عندنا جهاز إداري شيء طبيعي موجود، حاطين ناس كثير على السوشيال نتوركينج تيتابعوا، على الإيميلات في دايماً حدا بياخذ ومنجاوب إيميديات في 24 hours you can say. حتى الناس عندنا في ناس ما بتنام بتضل تتابع هيدي هالامور، لانه كثير مهمه نتابع مشكله هالانسان اللي نحن عم نتواصل معه. وعملنا ويب سايت
طبعا هالويب سايت بيقدر يفوت عليه، بيقدر يشوف كل البرودكت تبعنا، بيقدر يشتري عليه، بيقدر يحط الكريدت كارد، انه كل هالامور نحن هالانفراستراكشر جهزناها، لانه ان شاء الله مشروعنا وقريبا من شهر الجاي رح ننطلق بالميديكال نكون انترناشونال، انه wherever you are wherever you go you have the cards بتفوت على المستشفى. اي نعم هيدي خلصنا هلا اتني بس عم في بعض الامور البسيطه الاداريه وبنطلق ان شاء الله البرنامج. حلو كثير. نعم يعني انا حابه اسالك عن برنامج كمان ضمن اي تي ان وهو لايف سيل. نعم شو فيك تخبرنا عنه؟ اللايف سيل اول شيء نحن من كثير مهم، انا بطلب كل امراه حامل اليوم تفكر باللايف سيل. اللايف سيل هو دم الحبل السري اللي هو المخاط بسموه، هذا كثير مهم اليوم لانه هالبيبي عم بيتكون من هالدم الحبل السري اللي هو هالمخاط عم بيطلع منه، معناتها كل شيء والجينات وهالامور المهمه هي متواجده. طبعا نحن عم نحكيها من باب منشوفها منتسقفها، بس صرنا نبيع اللايف سيل للي بيحب ياخدها، حتى المدام اللي مأمني معنا فيها تاخدها. لو مش مأمني معنا فيها تاخدها، إذا كانت حامل وبعد ما عندها تأمين فيها تاخد اثنين سوا، لو كانت مأمني غير محل فيها تنضم لإله. وهيدا بياخد بفيد كتير للأمراض القلب، للأمراض الكلي، للسكري، للضغط، للأمراض السرطانية الخبيثة كلها، إنه للالتهابات العظم. صار كتير مهم اليوم يكون هالشي متواجد ومنحفظه على مدة 25 سنة ما بيدفعوا شيء، بيدفعوا فلات ريت أول مرة يعني. نعم ونحن منقصط لهم، إذا بتاخد العقد على سنتين منقصته على سنتين، على ثلاث سنين بتقصط على ثلاث سنين، ما بتدفع فوائد ما في شيء، نحن من 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 موله من عنا وهي تبقى تدفع لنا لأنه متابعة بالتأمين معنا. وهيدا الشيء عم بتروح وتحطه بأماكن مش بياخدوا هالكمية وبيتركوا لها هالكمية، بيتركوا لها الكمية كلها، والحلو بس يوصل بيعملوا له تحاليل وبيخبروها اون ذا سبوت ايميديا، شو معقول بالمستقبل كل شيء بيعطوها كل الدراسه وبيعرفوا منها، وبالمستقبل صار عندها مشكل فيها ترجع لهم بيقدروا يساعدوها من خلال الدم الحبل السري. يعني بصراحه بدي هني الاكيب المخطط باي تي ان، ما نترك فراغ صغير بحياه كل انسان فينا الا ما بنلاقي له الحل عبر اي تي ان. شكرا لكم استاذ نصور واهلا وسهلا فيك مره جديده عنا بحلو الحياه. مشاهدينا اذا لهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم، موعدنا بيتجدد بكره اذا الله راد والمسيح قام حقا قام.